هو مهرجان كان في دورته الأولى من 23 أوت حتى 27 أوت. نحكيه على مهرجان نوار الملح اللي تواصل ويكون ثم دورات أخرى. كيفش التقييم؟ شنو بش يكون إذا كان ثم دورة ثانية؟ فتحي اللهويم لي عضو من لجنة التنظيم للمهرجان مهرجان نوار الملح معنا في المباشر. سي فتحي مساء الخير. مساء الخير خويا، معك فتحي اللهويم لمدير المركز الثقافي والاجتماع بباريس. مرحبا سيدي. عضو لجنة تنظيم مهرجان نوار الملح. مرحبا. كنا نحكيه انه في دورته الاولى، هل النية انه يتواصل المهرجان في دورة ثانية وثالثة وعلاش لا يولي معناها عادة موجودة في حياة الثقافية التونسية؟ طبعا ان شاء الله بالعزايم نتاع الناس وبالرؤية الجديدة اللي تتم بها العباد. ومادام النجاح الكبير اللي يعرفه المهرجان اكيد ثم دورة ثانية وثم دورات اخرى حتى خارج تونس في نوار الملح. يبدو لأنه نوار جنحت وطارت ونجحت ومش تتواصل كمهرجان بديل في توقيت، وحتى التوقيت هو فرازار جاء في آخر أوت كأنه يعني إجابة على معناها نوع آخر من الفن. يعني شو معناها نوع آخر؟ شنو التوجه اللي المهرجان نوار الملح؟ مهرجان نور الملح أول حاجة نبع من وزارة الشؤون الاجتماعية. يعني الوزارة هذه بتاعتها عندها معركة قاعدة تقوم بها، هذه هي المعركة أم المعارك ضد الفقر ومساعدة الناس الاجتماعيين وغيره، وفي نفس الوقت يعني ما فماش فصل بين ما هو اجتماعي وبين ما هو ثقافي. ثقافة أيضا زاد غذاء، وكان المهرجان هذا يعني يختلف على ما على 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 ناس اخرين. كي تشوف نوعية الفنانين وتشوف نوعية الفن الموجود كانوا يعني معناها إجابة للرداءة اللي شفناها في أوقات في برشا وقت وفي فن معناها المهرجان يجاوب في مهرجانات أخرى مدعومة من وزارة الثقافة. لا مش بالضرورة، المهرجان مش ينافس حتى ماش مناش نفسه في حتى وزارة، ماش كيسيون تاع منافسة. ثم احترام كل الوزارات، ولكن ثم رؤية في المهرجان هذا. رؤية أنه الشعب هذا عنده تاريخ وعنده ثقافته وعنده يعني تاريخ كبير في الثقافة وفي الحضارة، والشعب هذا تنساه، ودونك المهرجان هذا يعطى دور للشعب. مهرجان سيمبوليك في كل شيء. هي ما تقول لي هكا سي فتحي، يبدا في قرطاج ويوفى في الملاسين. هي كي تقول لي هكا اما وفيه الصالح وفيه انواع الموسيقى اللي كان اللي غابت كومبليتمون. فهمتني؟ وين موسيقتنا؟ وين ما كان غابت ما عادش موجوده. وثم اسماء وموجوده في مهرجانات كل معناها في مهرجان نوار الملح تلقى اسماء موجوده في برشا مهرجانات، وهذاك هو الموجود. تلقى الراب بالضروره معناها بيسير الراب، وشنو المشكل؟ ماناش باش نقصيو. اما ثم مش معناها يعني باش نقصيو اي نوع من الموسيقى، اما الاختيار كيفاش يكون؟ اول حاجه صار اختيار يعني يكون تونسي. لانه تونس تنجم تعمل مهرجانات بولادها بركه وبناتها في الظرف هذه، ما تخسرش برشا فلوس، بتريف سوارد تنجم تعمل فيستيفال كبير، يبان تنجم تعمل ومتنوع. اي تعمل متنوع، في الجاز في البلوز. اي تقول لك لو يعجبك شي تو يعملوا في البلوز في الكاف، هي هاو صار البلوز في الكاف والكافيه شايفين ويسمعوا متمتعين وتعدد سهره كبيره وبنينة. الملتزم هاو به الملتزم، وين الصالحي والانواع الكل وفنانين زعما مغاب وزعما مشاو الاول بالصالح السوت هذاك شويه. لا طبعا غير التوجيه 10 سنين مش شويه، هو رجع في هذاك. فنانين الكبار ياسر الجرادي شويه، يعني ثم امكانيه باش نعملوا الفن نتاعنا، وفن كبير وفيه تاريخ. فهمتني؟ معناها هو مهرجان يرجع الاعتبار للاسماء هذه بقصدك انت سي فتحي اليوم؟ مش الاسماء طبعا، يرجع اعتبار الاسماء هذه هو نوع من الرد، انك بتريف سوار تنجم تعمل حاجه كبيره، ومش لازم معناها تجيب معناها تخسر برشا فلوس تمشي هباء على فنانين ما همش فنانين. لا على مستوى حضاري ولا على مستوى ثقافي ولا عندهم حتى شيء، ما نجموش يعلمونا الموسيقى. الموسيقى عندنا نحن، عندنا الموسيقى نتاعنا انواع واشكال، وكيف كيف الشعب هذا عنده ثقافته يا عنده ثقافته. هاو في المهرجان هذا موجود. وشكون قال عكس هذا؟ كيفاش؟ شكون قال عكس هذا؟ شكون قال الشعب ما عندوش ثقافه؟
وشوية بشوية فلوس ما نجمو نعملوا مهرجان معناها. اي اذا كان عكس هذا شكون، اذا كان تشوف انت في مهرجانات اخرى يعني تصرف برشا فلوس باش تجيب فنانين هابطين، كيفاش يكون الريبونس؟ كيفاش يكون الرد؟ قداش تصرف على المهرجان هذا سي فتحي؟ كيفاش؟ قداش تصرف على المهرجان هذا مهرجان نوار الملك؟ تصرف يعني بالكبار نتاعهم، ما ثماش برشا فلوس، شويه مدينيسات، شويه صناديق بون، صناديق ما عطاتش فلوس، عطات شويه صناديق حاجه. يعني قداش تكلفته المهرجان؟ ما نتصورش، انا ما تبعش امور المدينه، ما تفوتش 280,000 دينار. 280,000 دينار نتاع سهره نتاع فنان واحد. واللي خذوه الفنانين كبار من طراز عالي وكبير، ونشكرهم مبدعين كبار، نشكرهم بالمناسبه. ما يجيش في الريسبسيون نتاع الفنانين الاخرين اللي يجيو من برا في القهوه نتاعو، الفلوس اللي خذاها كاشين نتاع واحد من اولادنا اللي طبعا يعلموا الموسيقى ويعلموا الدنيا كل. فهمتني؟ عندنا موسيقيين كبار ياسر في تونس، مش يعلموهم، يقروا الاخرين. بديتوا تحضروا في الدوره الثانيه اليوم المهرجان نوار الملك؟ طبعا فما اسماء باش تكون موجوده، بديتوا الاتصال طبعاً بها؟ طبعا فما اسماء كبيره، وفما عمل كبير باش يجي المهرجان باش يكون اقوى. كيما شكون مثلا؟ بالمناسبه بربي قبل ما نتعدى لك الحكايه هذيا، باش نرجعوا للاصل، معناها شكون اللي وراء الحكايه هذيا؟ فهمتني؟ خاطر اعطاء مال قيصر قيصر ومال الله لله. وبعيد عليك اللغه الخشبيه راه نتاع بندير الوزراء هذيك مشات مع العهد البادر بندير، اما ثم فوق تشوف وزير يعني حامل هم الشعب هذا ويناضل ويجري معاك، مش خاطر كوزير يجري معاك، لازم تشكره. لان يعني الفكره ابريتو نبع عنده هو سي ليدي نتاع الناس كل مع بعضها. هو وزير الشؤون الاجتماعيه، السيد وزير الشؤون الاجتماعيه مالك ازاي؟ نوجه له تحيه بالحق، تحيه، لانه يعني تصرف كمناظر، يبدا طالع معك التوزر وفي البوز يعمل بوز نتاع ماكله ولا كذا، يخلص من جيبه كاريمون. محتاجين المطلوب من كل وزير راهم في نهايه الامر، محتاجين نحن محتاجين من لهذا النوع من الوزراء طبعا. الفكره نتاعه وشبيبه استجابت، ونحب كيف شبيبه طيارات افكار ورؤى اللي كان مش وزير ما ببرزوش. تو نوجه تحيه لاختنا وفاء الهمامي، صحفيه كبيره ومقبل، مش اول مره هي عندها الفيزيون هذه مع ولد احمد، مع كمال الزغباني، مع الناس الكل تقدم. ايش بها ما تعرفتش قبل؟ تو عرفوها. علاش عرفوها تو؟ وفاء الهمامي عرفوها خاطر ثم وزير استجاب للشباب وسمعهم وخلى لهم المجال هذا. ثم نحن في موفونس نتاع اين ريبونس تتماشى مع اللي قالوا السيد الرئيس قالوا لوزير الثقافه. سي فتحي الدوره الثانيه شكون بشكون الاسماء اللي بديتوا تخموا تتصلوا بها وتكون موجوده في الدوره الثانيه؟ والله مازلت اللقاءات ومازال تقييم، اما ثم برشا اسماء، ثم دي جرونز ارتيست اللي برا كيف خارج تونس وفي تونس، ومازال كيف ثم دي جروند. اذا عندنا غسان الفندري الجرون جيتاريست، ثم في المالوف، ثم في برشا موسيقى، ثم برشا فنانين كبار، ثم رد الاعتبار برشا فنانين. ثم يعني مازالت الاسماء بالنسبه لكم انتم؟ مثلا يمكن فكروا في سمير العقربي، علاش لا؟ في حاجه كبيره كيما الحضرة سمير، في جرون شونتور، جرون واحد ارتيست، نوجه كيف التحيه للفنان الكبير المبدع البحري الرحالي اللي احتضن الفستيفال وتابع في كلوبيات الصغار اللي موجودين يعاون فيهم فرحان بهم. بالنسبه للفكره نتاع مش اللي نتاع هي اسمه على جسمه ده. فهمتني؟ سامحني لهنا دري زفرين بعض الجهله ولا بعض اللي مش عندنا فهم ينتمي اي وزاره. فهمتني؟ يقول لك هذا شنو هي مهرجان نوار الملح؟ فهمتني؟ انا اقول له افهم الساعه شويه تاريخ، ما تعرفش معناها نوار الملح. نوار الملح راه وقت اللي روما حرقت كارتاج، زرعت رمات الملح باش ما تثمر حتى ثمره في قرطاج، لكن ثم ثمار شدت صحيح وطلعت بالسيف. هذاك ايش معنى نحن نقصد به؟ انه رغم الرداء الموجوده والموسيقى التجاريه اللي هابطه والمتخلفه، ثم راي موسيقى اخرى، ثم رد اخر، ثم رد اعتبار، ورجعوا العرضاوي والصالحي والبلوز والخمسه اللي لحقوا بالجره والسمبوليك وتاريخ بلادنا وموسيقتنا. هذيك فهمتني هو مهرجان نوار الملح. وفيه برشا حاجات ينجم تكون فيه الموسيقى، نرجعوا للاسطنبالي والموسيقى الافريقيه، ونرجعوا وللتاريخ نتاعنا. معناها شعب عنده ثقافته وعنده تاريخه، وفي داخل ثقافته ثم الكثير. مش معناها انا مسكرين على رواحنا ما نجيبوش من برا، اما كي نجيبوا من برا
نجيبوا اسماء اللي اول حاجه الساعه هي كونتال شونغاج ما يمشيش الفلوس معقول يمشي للموزيك تو باش يعرف بها واضح سي فتحي من الافريك وكل بقى نشكرك برشا سي فتحي الهيم يعطيك الصحه عضو لجنه التنظيم لمهرجان نوار الملح اللي يقول انه هذه الدوره الاولى ربما ان شاء الله في المستقبل تكون ثم دوره ثانيه للمهرجان.